الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى بن الشرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين: باب الحلم والأناءة والرفق. وأنا بابك أفري تضباطنات كتاب رياض الصالحين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وحور إمامكم باب هذا باب كان وباب كسب في الحلم دلقاتك من وقفك الدلقات لي هاي ودب كان يو جيرجير كان كو إيمان هيا ودلقات إن وقفك الدبر لي يا والأناتي أناتي ونحويا وكاتسين كاتسينت إنه قفكو يعني كاتسيني ليه كاتسينون وحاويان قفكو إنه ندق دقينين ووركي كسو قادة يا أحواشي كسو قادة يا وحي اللغو شاقو إنه إذن كود دق دقين قوان قادة شديدة حبا اللغو سو قادة سي ملكابا قوانها كقادنين وركا اللغو شاقيون قوانها كو قادنين سي بطسو إن أحواشي قادتان كيدر وكورسك وركو استرتريا وركو اسبربيرسن احواشو اسبربيرسن مركا مركي اوه ريس روحي اللغو الشيق وحلايب وحكا الله وحيالا كلا اينا صوب حمك قفوا اينا كاتسيني ليه من الدق دقين يا والاناتي مركا اناتكو وكاتسين شنطة اينا كاتسيني وقفكو ليه من الدق دقين يا والرفق دمرنتا دمرن قفكو اينا دمرن ليه هاي توريتان إنه يحسب أقول دي بل إنه وحكا قاعدة طلابة هذا أنا إنه يسقى تري يسيد وأبوه أرود يسوق تري معلم كحرتي يسوق تري أنا توريتان كم مركب وين هذا سكنا أفتح واحد بدن أذكر يسنا طلابة كقاعدة. باب هذا كان وباب في الحلم الدلقات كسب سنيا هي يا والأنات كاتسين تنسى يا والرفق إن توريتانك. قال الله الله وحيره تعالى سري أسوى أمانة يددك الجنة قلية متقين تهبير والكاظمين وكوى قرصد الغيظ عدد والعافين وكوى إسكعفية عن الناس ددك إسكعفية دبك إوغيستان ددك دبك إوغيستان كوى إسكعفية ويان. وقال وحيره تعالى سري سوى النبي صلى الله عليه إنك نلين نوجيد أي الله النبي سبحانه خذ نبيه ونوحات قادتا العفو طبيعة تدبك ير عفو يعني والسهولة دبيرانت دبيرانت قادو في دبير بساطة ها وحتكلف كان كجرين اسك قادو خذ وحاد قادتا العفو سهولة ير دبيرانت وأمر دد كان وحال أمرت بالعرف وناج شيء وناجيس الشرعي قالوا قرن هينا دد كأمر وأمر دد كوحال أمرت بالعرف وناجنا أمر وأعرض وحات كجيسة النبي أو شرفت لي عن الجاهلين دد كجاهلين تاهنا كجيس جاهلين تنوايا وقف كستو حق قرب مرسن أي جاهل يراذا marka dadka jahiliintaana iskaga jeedsay ha la tirsanin wallaha ficil ha la ficil tamine iskaga jeedsay ba nabiga lagu yiri alayhi salaam wa qala wa huyri ta'ala sirriyi wala tastawi masinna aw mid ma'aha alhasanatu wanagu iyo wala sayyi'atu humantu wala tastawi masinna الحسنة وناجي ولا السيئة حمانت لبداس مسنا وناجي حمانت مسنا
ee idfac ku difaac oo kaga hortag xumaanta billatii طariiqadii hiya axsanu wanaagsan طariiqada wanaagsan iyo hadalka wanaagsan iyo hadalka dabaasan waxaad kaga hortagtaa xumaanta lagula yimaado markii xumaan lagula yimaado sayi-a lagula yimaado qalad lagula yimaado jirjir lagula yimaado adigu wanaag kaga hortag waana darajo adag suu rabbigu soo wado qof uun ilaahay waafajiyo unbaa sidaa yeeli kara marka wuxuu yidhi alla tabaaraka wa tacaala idfac ku difaac xumaanta billatii hiya axsanu طariiqada wanaagsan iyo ta wanaagsan kaga hortag maxaa dhacaya faida aladii faidadan fujaa-iya la yidhaha yaani deg deg ayay ka dhigan tahay faidaa isla markaaba alladii kii baynaka wa baynahu adi iyo asaga ay u dhexaysay cadaawatun cadaawo ka annahu waxabad moodaysaa waliyun qof saaxiib ah oo xabiib aha xamiimun oo kuu dhow marka weli waa qofka xabiibkaaga haddee ku jecel ee naasirkaaga ahee gargaarahaagana aha ee hiilkaaga had iyo jeer ag taagan xamiimna waa qofka dee kuu dhow ee qariibka ku ah marka faidaa isla markaaba alladii kii baynaka wa baynahu adi iyo asaga ay u dhexaysay cadaawatun cadaawo ka annahu waaba asagiyo waliyun xabiib gargaaro ku aha xamiimun oo kuu dhow marka waxaad dareemi kartaa wanaagu taafiirta uu leeyahay iyo quwadda wanaagga ku jirta cadaawaddii shalay cadaawad ahayd maanta waxay isu bedeshay xabiibnimo iyo saaxiibtinimo iyo qaraabo maxaa taa keenay waa wanaagga laakiin qof kasta ma ku dhaqmi karaa arrintan ma la iman karaa alla wuxuu yidhi wamaa yulaqaaha sifada ma gaadhi karo wamaa yulaqaaha ma gaadhaya ila aladiina sabaruu kuwa sabray ee adkaystay unbaa idfac billatii hiya axsan ku dhaqmi kara ku sabray oo shahawaadkiisii iyo hawadiisii iyo waxa weeyaan naftiisii dhulka dhigay kaa unbaa la iman karaya wamaa yulaqaaha ma gaadhaya arrinta ila aladiina sabaruu kuwii adkaystay mooyeen wamaa yulaqaaha sifada ma gaadhayo idfac billatii hiya axsanaha ilaa duu xadin mid dheef saaxiibu aha dheeftaasoo cadiimin weyn marka laba arrimood nin nasiib weyn le su-aallaba sheegayo wuxuu dee ilaahay weyne ku tilmaamayna waad qiyaasi kartaa intuu leegyahay nasiib weyn mid leh sabirna ku horeysiiyey unbuu ilaahay ku arsaaqi karaa sifadaas ilaahayna nagmad ha dhigee wa qaala wuxuu yidhi tacaala sareeye walaman qofkii sabara adkaysta oo waqafara xumaanta dadkana iska dhaafa ina dalika arrintaasi inaad adkaysato dadkana waxay kugu sameeyeen aad iska dhaafto la min cazmi lumuur arrimaha go-an ayay ka mid yihiin arrimaha ilaa agtiisa go-an sharaftale khayrkooda iyo wanaagoodu go-an yahay in hadal laga keenin bay ka mid yihiin yaani arrimaha waaweyn bay ilaa agtiisa ka mid yihiin walaman qofkii sabara adkaysta oo waqafara iska dhaafa dadka dhibaatadoodana ina dalika arrintaasi sabirka iyo dadka ood u dhaafto gefkoodu la min cazmi lumuuri arrimaha go-an ayay ka mid yihiin wa can ibni cabaas radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ayaa yidhi liashaji cabdilqays ninkaa la yidhahda ashaji cabdilqays buu nabigu ku yidhi ina fiika dhexdaada waxaa ahaa uu ilaahay kugu abuuray khaslatayni laba sifo iyo laba tilmaan labadaasoo yuxibuhuma allaahu yuxibuhumaa allaahu alla wuu jecel yahay labadaa sifoo ilaahay jecel yahay waa maxay wuxuu dee ilaahay jecel yahayna waxaa ka dhalan aad garan kartaa alxilmu tohora wuxuu yidhi waa dulqaad dulqaad baad leedahay
talabaadna maxay wal aanaad kaadsiinsho ayaa leedahay yani kaadsiin baa leedahay nin degdega mati degdeg degdegu waa xanuun dad badanna maanta uu ku abuuran yahay degdegu qofku de ficil markaaba degdegayo una markaaba qaraar qaadanayo markaaba wax jiidhaya waa sifo maanta dadka ku badan waana xanuun dawo u baahan marka degdega cagsigiisu waa maxay alaanaad qofku inuu degan yahay aada iyo aada wax kasta uu cagta dhulka ugu dhigayo una markaa degdegla-ida la yidhahdaa alaanaad kaadsiinshood ayaa la yidhahdaa kaadsiinta ayaa la yidhahdaa alaanaatu marka ilaahay baa jecel inaad kaadsiinsho leedahay iyo inaad dulqaad leedahay ina fiika khaslatayn ayaa leedahay yuxibuhuma allahu alla uu jecel yahay alxilmu waa dulqaadka iyo walanaatu waa kaadsiinshunta rawaahu muslim baa xadiiskan wariyay wacan caaishata radia allahu tacaala canha qaalat waxay tiri qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ina allaha ilaahay rafiiqun waa kii turitaan badan turitaankana horaan soo sheegnay waa adigiyo awood u leh inaad waxaan tallaabo ka qaado haddana iska dhaafa sal caruurtaada ugu dhaafisa waxyaalo badan oo waxaa weeyaan qaladaada ina allaha ilaahay rafiiqun waa kii dhimrin badan ee turitaan badan yuxibu wuu jecel yahay rabbiguna arifqa turitaanka iyo dhimrinta fil amri kullihi axwaasha oo dhan iyo tara kastana ilaahay wuu jecel yahay turitaanka iyo dhimrinta mutafaqun calayhi wacanha ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi ina allaha ilaahay rafiiqun waa kii dhimrin badan yuxibu wuxuu jecel yahayna arifqa dhimrintu alla jecel yahay wa yucti ilaahay wuu bixiyaa cala arifqi turitaanka iyo dhimrinta ilaahay wuxuu ku bixiyaa maa waxbuu ku bixiyaa maagaasoo laa yucti uuna ku bixinin cala alcunfi shidada iyo dhibaatada iyo adadkaynta wuxuuna ilaahay kugu siinhaynin ayuu ilaahay kugu siinhayaa dhimrinta iyo naxariista iyo wamaa laa yucti wuxuuna ku bixininba calaa maa siwaahu waxaa rifqintan iyo dhimrintan ka soo hadhay rawaahu muslim baa xadiiskan wariyey marka dadku maxay wax la adadkaynayaan maxaa shidada dadka ku wala abuuray ninkaas wuxuu isleeyahay shidaad wax ku heli dhib baad wax ku heli adadkayn baad wax ku heli haddii kale waxba ku hagaagi maayo nabiguna halkan wuxuu ku leeyahay calayhi salaam wa yucti cala arifqi maa laa yucti cala alcunfi wuxuuna adadkida iyo shidada aadan ku helaynin ayaad dhimrinta iyo naxariista iyo deganaanshaha ayaad ku helaysaa buu ku leeyahay nabigu naftiina waxay ku leedahay iyo bulshadii iyo waaqici maya haddaad biyo noqoto waa lagu jiidhi lagaa haybaysan maayo lagaa xishoon maayo marka waa inaad bir noqotood cunfi la timaadood shido la timaadood waxaan balaabalaayo iska dhigto dadku saasay ku leeyahay nabiguna saasuu ku leeyahay calayhi salaatu llahi wasalaamu faman tusadiq kaad rumayn ood ku dhaqmi ma naftaada iyo hawadaada iyo shahwaadkaada iyo bulshada iyo dadka mise hadalka nabiga calayhi salaam baad qaadan oo kule wa yucti cala arifqi maa laa yucti cala alcunf shidada wuxuuna alla kugu siinaynin ayuu kugu siin wa canha caaisha waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canha ani nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala ina arifqa dhimrintu iyo naxariista iyo turitaanku laa yakuunu ma ahaada fii shay-un shay-un talo un iyo arin un iyo axwaal un lama geliyo dhimrin iyo naxariis iyo deganaansho ilaa haddii la geliyo zaanahu wuu qurxiyaa dhimrintu way qurxisaa walaa yunzacu lagama siibo dhimrinta iyo naxariista iyo turitaanka min shay-in shay-un ilaa shaanahu waxaas uu fool xumaadaa marka quruxdu waxay ku jirtaa waa dhimrinta iyo naxariista foolxumada waxay ku jirtaa iyo dhibkuna waa maxay waa shidada iyo adadkida iyo qalqallabsanaanta rawaahu muslim baa xadiiskan wariyay wacan abi hurayrata radia allahu tacaala anhu qaala wuxuu yidhi baala waxaa ku kaajay acraabiyu nin reer baadiye aha
ayaa fil masjidi masaajidka nabiga calayhi salaam buu ku kaajay, waa kaadi, waa nijaas, waana masaajid, waana masaajidka waa kii nabiga calayhi salaatu ullaahi wasalaam. Marka ceebtaasi iyo dembigaasi intuu la eg yahay waa qiyaasi kartaa, waa kaadi, waa masaajidkii nabiga, nabigii baa jooga ba calayhi salaam, saxaabadii baa joogta, dad intaa la eg baa jooga, wuu isqaawiyey, wuu fadhiistay, marka waa fulxumo inteeda la eg. Laakiin nabigu muxuu ka sameeyey calayhi salaam? Bala carabiyu, nin reer carabi ah wuxuu ku kaajay fil masjidi masaajidka nabiga calayhi salaam, faqaama annaasu, dadkii baa kacay, ilayhi carabigii bay u kaceen, liyaqacuu, inay ku dhacaan fiihi, yani inay aflagaadeeyaan, liyaqacuu, inay ku dhacaan fil kalaam, aflagaadeeyaan, canaantaan, la dareeraan. Oo dadki maxay ku yihahdeen, war mah 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 bay ku yihahdeen, warkaadida jooji, warkaadida ka daha, noocaasa ku yihahdeen, xag iyo xagga laga galay. Faqaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam, faqaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam, dacuuhu, iska daaya, dacuuhu, iska daaya macnaheeda waa maxay, yacni munkarka hasii wato, kaadida ha dhammaysto weyaan macnuhu, oo ha kuwa kaadida ku dhammaysana waa masaajidka dhexdiisii. Dacuuhu, iska daaya, kolkuu dhammaystana maxaa la samayn, wa ariiquu, waxaad ku shubtaan, calaa bawlihi, kaadidiisana, sajlan, wadaan, min maa'in, biyo aha, aw dhanuuban, dhanuubka waa sijliga weyn, wadaantuna dee waa weelkan haragga ka samaysana biyaha lagu soo saaro, maantana baaldiyaal ma u dhigmay. Marka sajlan baaldi ku shubay, yiri min maa'in, biyo aha, aw dhanuuban, ama wadaan weyn oo min maa'in, biyo aha. Kadibna nabigu calayhi salaam wuxuu u sheegay wadiifadoodii, oo muxuu yidhi, fa innamaa bucithtum, waxaa la idiin soo saaray oo keliya, muyassiriina, xaal inaad tihiin kuwa wax fududeeya, wax dhib yareeya, hadal macaan, ficil dabacsan ayaa la idiin soo saaray. Ee walam tubcathu, laydin ma soo saarin, mucasiriina, xaalinatin, kuwa wuxuun ad adkeeya, wuxuun xidxidha, wuxuun qalqallabsiiya, wuxuun qanjiidhiya, wuxuun jiirjiidha, laydin ma soo saarin. Ee muyasiriin, dhib yareeya, fudud, cidna aan waxba ku adkayn haynin ayaa laydin soo saaray. Ee walam tubcathu, laydin ma soo saarin, mucasiriina, kuwa wax ad adkeeya uun inaad tihiin. رواه البخاري بحديث كان وريه قال الإمام النووي السجل أما السجل بفتح السين المهملة وأريق على بوله سجلا من ماء السجل بفتح السين وسين كول كردبة المهملة للربع تري وإسكان الجيم يجين تول ربا السج وين يراد وهي الدلو وأنا وذان بكيري وذان تندوا بلكم بها لقى بهرق بها لقى صارو الممتلئة ماء ولن تسبي كبوحدة وكذلك سا وحلمد أها سجل الذنوب ذنوب تندبنا ينوى سجل إيوى وذان لكن كوين حديث كان أحكام دخل جبت وحاكم مدعا قفكو هدي منكر أجر منكر منكر هو دي شرعي كان كوانا أكسنين لكن منكر كهداد إنكرتو ood munkirka zuuliso waxaa ka imanaya munkar ka weyn, dhib ka weyn baa iman. Marka culimmadu waxay ku leeyihiin munkarka noocaas ahaa inaadan waxba zuulinin ayaa ku fiican, ood ka aamusto, waayo haddaan munkarka ka hadasho ama aad gacanta wax kaga qabato maxaa dhacaya, wixii xumaantii xumaan ka weyn ayaa imanaysa. Marka waxaa ku fiican xumaanta weyn inta imana tan yare iska joogto. Iminka ninkan munkar buu ku jiray, kaadi, nijaas, masaajidkii nabiga, waxaasu dhan waa munkar weyaan. Laakiin haddii la kicin lahaa, haddii la kicin lahaa oo kaadida lagu goyn lahaa, say saxaabada sameynta ku sawalayaan, waa sidaa maanta samayn lahaa inaan moogtahay. Haddii una nabigu ka qabteen calayhi salaam oo dacuuhu una yidhaahdeen oo faraha ay la geli lahayn maxaa dhici lahaa? Horta kaadida uu la kici lahaa. Iminka kaadida meel may ku dhacaysa haddii? Maxaa dhici lahaa? Kaadidii uu la kici lahaa, asaga ku dadaadan lahayd, asaga kaadidan ku go'day nafteeda, waxaa laga yaabaa xanuun bay u keeni lahayd,
kaadida nafteeda waxaa laga yaabaa inuu sii gaadhsiin lahaa dhul kale uu sii gaadhsiin lahaa waxaa laga yaabaa inuu ama ficiltami lahaa uu wax kale samayn lahaa marka kaadidan socotay munkar bay ahayd haddii ay ka joojin lahaayeen waxaa dhici lahayd munkar ka weyn iyo dhib ka weyn baa dhici lahaa marka taasina waa fiqhu nahyi can ilmunkar munkarku markaad radinayso qofku waxyaala badan baa meela laga eegaa haddii dhib ka weyn uu imanayo waxay tahay inaad layska daayo aadna maanta waa loogu baahan yahay fiqiga noocaas oo kale ahaa in la dhigto رواه البخاري بحديث كمودي وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا أي النبي عليه السلام فضوذية خير كفضوذية تعليم تفضوذية دعوة فضوذية وحكى السد بيران كوضا ولا تعسروا ها أتكيننا وحن لا أتكيننا وام حي يعني وحكى استوء وناك وحكى استسكى ها أتكيننا ذو وحد بيري كل كي يسر الولاية وحد بيري ماها معنوه أحكام تكتمه oo wixii xaaraanta xalaal ka dhigo xaraantii xarataa macnaheedu ma aha laakiin gudbintii iyo sheegitaankii iyo waxa weeyaan wixii aad gudbinaysay si dhab yar ku gudbi oo walaa tucasiruuhana aad adkaynina wabashiru bishaareeya oo dadka jannada ugu bishaareeya naxariista ilaahay ugu bishaareeya walaa tunafiruu dadka ha eryinina oo ha caymadinina bishidda shidda iyo aad adkayn iyo qalqallafsanaan iyo sifaad xumo تذكرك إريانين متفق عليه وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال وحير السحابي قني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قن كم قل يقول واسقول من قفك يحرم الرفق لمرنت ينحريست يتريتانك قفك لك حرمو إلو ديدو يحرم الخير خير بالو ديدي كله دمانتي هدي إلهي نحريست وقفك كقاضو الله إنك ما قاضي أما الدمرنت أما الدبع سنانت أما السهولة أما الدبيرانت هدي قفك لغا قاضو وخيره قفك سيليه مجرته ولو هدو مالك كرق عدوت كدنا وأك حديث النبي عليه السلام يحرم الخير كلهم يحرم الخير كله خير أطنب قفك لو ديدي رواه مسلم بحديث كان وريي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا نبا قال يري للنبي صلى الله عليه وسلم أوسن إدر دار رسولك إلهي قال نبي حيري لا تغضب هعرون فردد وكعل عليي أوسن ذي مرارا أرجر قال نبي حيري لا تغضب هعرون رواه البخاري بحديث كان وريي معنى ذلك يوقفكم هدو عرو عرو هداي كو غشو دي دلقات ميشا ودقاقي وعن نبي على شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل كل نبي النبي قال لا تغضب يعني وأسباب تعرض كيني سمرك وربك ديرو وعن نبي على شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحري إن الله إلهي كتب وحو قري الإحسان وناك بو قري على كل شيء شيء كست إلهي وناك بو قدل قري فإذا قتلتم مركاد وحدي ليسان قصاصا نقطة قفل قصاصا يقالبها نقطة معركة يددقال أسكوار تماداني فأحسنوا ونجي القتلة تلك سلعة إلهي ما أقولين وقفك لسلعية ولا دبا ما أقولها دي لدلية سحر قال وحلو دلا فإذا قتلتم مركز واحد شان فأحسنوا هجاجي القتلة قاب كذو حد ليسان وإذا ذبحتم مركز واحد جورا عيسان فأحسنوا هجاجي الذبحة جورا وحتى جورا الصورة باجرة قاب كذو حلو جورا مانتا يا وربك يا أحكامتاس أحكامتي إسلام كنو مانتا دا قد يكبح دي وحتى إنو صنو ليهود تغنبر مانتا بدنين مركا قورعا وحا كم إذا هدي يجيس وقفكو سو النبي صلى الله عليه السلام إني من دي دي الله صوفا يستو والله اللي يستو وحا كلا أو كم إذا ها بسنك وحا كلا أو كم إذا قبل دولو سجدية وحا كلا أو كلا كم إذا نيف كاب قلا يسو إنو نيف كلا أركينين oo neefkan aad qalayso meel uuna neefkan kale arkina waa inaad ku qasho laakiin hortooda haddaad isku qasho waxaan garaad bay leeyihiin wayna fahmayaan wayna ilaahay ma ka hadlina afka qabtay mooyaane
لكن سنه وحي يهي إن لك رداريو ومال أين تيك الكوار كينين أدكو قشو حتى حين دي لقون هي قابكو يقون هو علم الدن أي علم ذوك هذا اللان ولكن أحكامتي لهي آويمانت. قال في النبي عليه السلام فأحسنوا هجاجية الذبحة جورعة وليحد هصوفيو أحدكم مد إذنك إذن كمده يعني أفكالها هجاجيو وليحد هصوفي أحدكم مد إذنك إذن كمده شفرته من دليس من دليس وحكو قليسو أما واحد وحكو قليسو وإن وحاويا أدسي صوفيسو أدسي لستو أفكال أدسي هجاجيسو وليرح هواغان الراحيو ذبيحته ذبيحتي سيوحين وقورا عيو وحكستو أن لقورا عيننا وبختي وحمر بهدان لقورا عين وبختي ولذلك ما أنتم حيث سميان قال هذا هيلي بكي نسو عدو في ساي أما الدقاق إنو كان تاسيد الله شاكو حد كوران مكو لقبتان وكو حسنا ولا بختي قبيقي وحكوران لقو ديلي وبختي وليب الدقاق إن فرانسيسك لغا كان يوكسي حق جراوية إيقو قورا على سيد الله شاكو أكتو هذا ودنبي ودنبي مركب محيو حكو ديلانون وكوران كاس مركب ديقاقين ديبداها لغا كان يهدي أن لقالين وصيد الله شيغي وكوران ونغو قبتو قبيقي وبختي إن لعنانا ما أها. رواه مسلم بي حديث كن وريي لكن وحان ما لسوق علي مسلما سوق علين يتاو حيا هيد إنا يسو استاغان هاي ألون بتحقيجين كريا أوقافتنا وكالي وزارات إيا الدولود ما تاو حكثري كريسا ولذلك حلوين باسارين دا وزارات دا نوقافتي إيا محانكو رهدا الدولة دا بس يقود هيلب كان سوق علي يودنكو مهيلب حلالها أو لسوق علي با مثل هو هيلب سيد دا قران كان لغو صورة لغو صورة قرية ودا قران وحوية نفط لغا سري ديقا جهدو يا حوليك رهدا يهيم با دا هدول صوهو بيوحي إنو يا وحلا قلي وقوني هدي وحي يا وحدة قران لغو صور دلينا إسلامك وبختي مركز حلك أوين دي عدة دي قوانين حق الشرطينا وما ملكا خاصة وزارة الدين توحي الساران يدو حلك أساسي الساران يهي رواه مسلم بحديث كان وريي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وحيتري ما خير لما الدورن سين رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بين أمرين لبا الرمود لما الدورن سين قط وليجي لبا الرمود مهر إمنن إلا أخذ نبي وحوق هذا هي أي سرهما لبا الرمود تدبير ما لم يكن هدينا أهين ترو قادن هيين إثما ذنبي فإن كان هدويا هي كانوا قادن هي إثما ذنبي كان نبي وحوها أبعد الناس منه دتك إلهي كأغفق دنبقا يعني كأغفق بوها دنبقاس ومن تقم مد آرقوسن ومجرن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي لنفسه نفتيس في شيء شيء قط وليقي وليقي لبسه قدمون وآرقوسن نسو إلا أن تنتهك إن ميلا قد عموين حرمة الله إلهي وحو حاران كدغي إن لحالا شرمويين وفينتقم مركزو آرقو سنهي النبي أو جرن هاي لله تعالى إلهي درادي متفق عليه. حديث كان وكو نبي كلية ما خير نبي قال لما دورن سنين بين أمرين لبدا الأرموض إلا شغي يا إماءها يعني لبدا الأرموض الدين يعني لبدا فتوى تربية رمان قادا لابد أن حكم كذب يرمان قادن كل بكي نفتها إذا أن أرد بيرادن قادن معنه سامع وحلقة وضعي قفك علبة حير من تتبع الرخص تزندق قفك دور رخصوين كون أرسدو قفك وحير دبيرون 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 وقول أون ريات سدقيل مركز دم قفك سيقالي من كدن بايا بين أمرين تنشيق ومحي والله أرهمو هذا الدنيا يعني وحالة الدنيا هي حالة الدنيا وأن دي دين شقة كلهين إنه سيدا النبي وكوضنا محاو الدليلها ما لم يكن إثم مويري هدونا واحد سيدن بأهين دي واحد شرعي وهو الدين هنا الدين بوليقي من نقضه مركا واحد دين بالنقون كرا أما النقون كرينين ووحي الدين تقسوها ري مركا هلكنا ليه ما بين أمرين يعني والبا الرمود الدنيوي أه بالدليل قوله هذا الكنون آخر كيسا ما لم يكن إثما. و
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي غيري ألا أخبركم إذن ورما بمن ورقف ما إذن شيغا يحرم لغا حاران تنمين ديغيو على النار نارت قف نارت إنو غلا حاران لغا ديغي ونارت جيلين ما إذن شيغا أو وشكر راوية بمن قف ما إذن شيغا تحرم عليه النار نار تدوشيسا لغا حرم يما إذن شيغا أين النار تابن هينين وآية كاسي تحرم وحال لغا حرم النار على كل قريب قف كستا أو ددك أدو ددك يعني وحوين دي معنى تو أنسك وينين هينين أنسك كبرين هينين دل شدي كرد أحمدها تواضع كل قريب مثل كستا أو ددك أدو وان اسك كبرين هينين اسك وينين هينين هينين ودبعسن هين يعني بسيطة بسيط قف كستا الله هذي كرا قف كستا وحو الشيء كرا قف كستا وحو ويان هذا القارسين كرا ما هون دوتك قار إن لسوضا إن أورك هينين لا هين يعني حكرا انت وبسيط لينين وجلعسن سهل وسهل ومعنى اسكو ولا ددو لكن النبي وحيو العلن عليه السلام انت سونا قفك حديد يا اسلوينين يا كبر تحرم على النار نار تو حال لا حرم على كل قريب متكست او دو ايو دو يا بلشون او دو يا ددك او نينك سري او لا غاري كريم بما هينين او دبعسن لينين او جلسن سهل او سهل ننكاس صفات كالغا هلا يرغي انك وحدونها نقدام به او تحرم عليه النار رواه الترمذي بوري وقال الحير حديث حسن وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله تعالى اعلى واعلم.